السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبناتنا الأعزاء، ازيكم، أخباركم إيه؟ رب تكون بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني، طبعا ده تكملة للجزء الأولاني اللي إحنا قلنا قبل كده. السؤال رقم 35 بيقول I'm not sure whether I space able to speak German confidently when I space there next month as I haven't practiced for so long. طب إحنا عايزين نعرف إزاي أساسا نعرف نتعامل مع السؤال، حتى لو في عندك مثلا كلمات صعبة أنت مش عارف معناها. مفيش أي مشاكل خالص، أنت في عندك هنا كده كلمة next month. طبعا إحنا عارفين إن كلمة next month ده معناها الشهر القادم، يبقى معنى كده إن ده مستقبل. يبقى في حالة المستقبل ده كده اللي هو الفيوتشر، ما ينفعش أبدا أستخدم أزمنة past. ليه؟ عشان ما ينفعش يبقى في past اللي هو الماضي، يبقى في معاه في الجزء الثاني will اللي هو الفيوتشر بأي شكل من أشكاله يعني. ففي الحالة ديت كده هستبعد بقى went ده ماضي غلط، was وهاد ده ماضي، وبالتالي ده كده خطأ. فأنا عندي بقى كده am، وعندنا هنا will، وعندنا هنا will be، وعندنا هنا go، وعندنا should be، وعندنا am going. طيب عندنا هنا كده كلمة أداة ربط اللي هي كلمة when، عندما. يبقى معنى كده عندك القاعدة بتاعتك، كل أدوات الربط بتاعتك اللي هي بتعبر عن التسلسل الزمني مثلا أو ترتيبات في المستقبل، when، after، عندك مثلا before، عندك كلمة as، soon as، by the time، كلمة till أو until. كل الروابط دي طبعا لما اتكلم في الماضي غير لما اتكلم في المستقبل. ولما اتكلم في المستقبل هنجيب بعديهم subject اللي هو الفاعل، بعد ال subject هجيب زمانين، يا اما الاولاني present simple اللي هو المضارع البسيط، present simple اللي هو المضارع البسيط، يا اما طبعا هيكون عندنا present perfect اللي هو المضارع التام. طيب ال present simple ده يا مستر، ده طبعا ده تصريف رقم واحد، التصريف الاول. ولو انا عندي هي او شي او ات او اي اسم مفرد يبقى لازم الفعل يكون اخره اس. انت عندك present perfect بقى اللي هو has او have plus ال pp. الجزء الثاني بقى فيه subject طبعا اللي هو الفاعل، وبعد كده بيبقى فيه عندنا ازمنة مستقبل ايا كان بقى ازمنة المستقبل. ينفع استخدم will plus infinitive، ماشي، ينفع استخدم will be plus verb plus ing، ماشي، ينفع استخدم will زائد have زائد تصريف رقم 3 برضو، ماشي، ينفع ان انا استخدم am is are going to زائد مصدر، كل الكلام ده ماشي، المهم ان يبقى فيه مستقبل. طيب طبق القاعده بتاعتك، ادي وين اهي، ادي وين اهي، بعدها فاعل اللي هو كلمه i، بعد كده لازم يبقى فينا بقى present simple أو present perfect، يعني تصريف أول أو have أو has. الكلام ده بقى كده موجود في، خلي بالك عشان احنا بنتكلم في الجزء الثاني، فأنا عايز هنا كده will go دي ما تنفعش، علشان will ما ينفعش يبقى بعديها will على طول، ده يبقى الجزء الثاني. هناك عندنا أدي go أهي ده present simple، يبقى تصريف رقم واحد، يبقى الإجابة بتاعتك رقم C. والجزء الثاني هنا أهو أدي فيه كلمة will وبعديها ال infinitive. طيب يبقى الجملة بقى معناها مصر كده، أنا مش متأكد إذا أنا هكون قادر على إن أنا أتكلم ألماني confidently بثقة عندما أذهب إلى هناك الشهر القادم، أنا لم أتدرب حتى الآن لفترة طويلة. يبقى ده كده باختصار إزاي إنك تتعامل مع شكل السؤال في الامتحان. الجملة اللي بعد كده Mr. Hagen phoned his wife to say that she spaced to cook anything for dinner that day as they spaced to his colleagues. هنا عندنا كلمة phoned، يبقى كده الكلام بتاعنا فين؟ في البوست، يبقى كده الكلام في الماضي. يبقى في الحاله ديت كده ما ينفعش، مش عايز يبقى في مستقبل. طبعا عندي هنا wouldn't need، في عندنا كلمه will، يبقى ده كده مستقبل، فما ينفعش، نفس الفكره. هنا has ده برضو مضارع، ما ينفعش يبقى في مضارع مع ماضي بشكل مباشر زي ما قلنا قبل كده. won't need ده مستقبل، يبقى برضو غلط. طبعا عندنا doesn't need وhave ده كده مضارع، يبقى الاجابه بشكل مباشر didn't need و had been invited، ببساطه شديده. يبقى اهو فوند ده كده في الماضي يا مستر، يبقى ما ينفعش يبقى في ماضي مع مستقبل ولا ماضي مع مضارع الا لو في حاجه تدل على الكلام ده. وطبعا هنا ما فيش كي وورد تدل على بريزنت او فيوتشر او ايا كان، يبقى ده ماضي، يبقى كل الكلام بتاعك في الماضي. طيب تو سي ذات شي، يبقى عندنا الراجل ده بقى اتصل بزوجته علشان يقول ان هي ايه، انها تطبخ اي حاجه للعشاء في ذلك اليوم. طبعا ذات دي يبقى ده كده اللي هو الريبورتد سبيتش، طبعا اللي هو الكلام الايه المنقول. علشان هم ايه، لا طبعا كوليك ده معناها زميل عمل، يبقى معنى كده ان هم تم دعوتهم الى زميلهم يعني. يبقى ادي تو سي ذات شي didn't need، ان هي مراته مش كانت محتاجه انها تطبخ اي حاجه للعشاء في ذلك اليوم علشان هم had been invited. طبعا ده ماضي تام، بس ماضي تام
passive طبعا اللي هو مبني للمجهول، دي مبني للمجهول. وطبعا زي ما احنا عارفين ان دايما في اللي هو الاندايركت او المباشر وغير المباشر، انك بتحول كل الازمنه بتاعتك، ادي الازمنه بيتم تحويلها من مضارع الى ماضي. عندك طبعا اللي هي الحاجات بقى اللي هي بتاع الزمنيه، اللي هي الظروف الزمنيه وظروف المكان برضو، كل الحاجات دي كلها بتتحول برضو، دي برضو بيتم ايه تحويلها. يعني مثلا كلمة today تحولت إلى that day في ذلك اليوم، مثلا كلمة here مثلا تبقى there وهكذا. 37 use space park here as there is a no parking sign. الجملة خادعة جدا وناس كتيرة جدا بتقع فيها. أول ما الناس طبعا تشوف كلمة no parking بيقول لك على طول you mustn't، أقول لك لا غلط، ليه يا مستر مصن؟ ده في كلمة نو باركينج اهي، ممنوع الوقوف، بس في قبلها هنا كلمة نو. ايه بقى؟ يعني انت ايه تركن هنا علشان there is a no، يعني لا يوجد. طبعا نو بتدل على نفي، يبقى لا يوجد اشارة بتقول ممنوع الوقوف، يبقى معنى كده ما فيش اشارة بتقول انك ما ينفعش تركن، يبقى في الحالة ديت كده ينفع انك تركن، يبقى you can park. طبعا can ده بجي بعديها الانفينيتيف. طب have to طبعا دي كده بمعنى يجب، ده بتاع الضرورة والإلزام. shouldn't طبعا دي كده نصيحة لا يجب، إنما كلمة كان في الحالة ديت كده أنت تستطيع إنك تركن. 38 your mother space a restaurant she is such a wonderful cook if she opened a restaurant I'm sure it would be full every night. طبعا she is أهي، يبقى كده الكلام بتاعك فين؟ في present، في المضارع، يبقى معنى كده بتكلم في المضارع. وهتقول لي يا مستر ان هنا if she opened، ده دي كده ادي opened ده ماضي وهنا would ده ماضي. اقول لك لا، ليه؟ علشان دي هنا كده الحاله الثانيه بتاعت if، اللي هي if وسبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده بقى في عندك تصريف ثاني اللي هو الباست سمبل. طب الجزء الثاني يا مستر كان فيه فاعل، بعد الفاعل كان بيبقى فيه كلمه would او كلمه could او كلمه might، طبعا كنا بنجيب بعديهم الانفينيتيف اللي هو المصدر. طب الحالة التانية دي بقى ليه كنا بنستخدمها؟ علشان نتكلم عن حاجة في المضارع، كنا بنتكلم عن حاجة فين؟ في المضارع. يبقى معنى كده الجملة بتاعتنا فين؟ في المضارع. وكان دايما كمان بنستخدمها طبعا عشان أكتر من حاجة، لما أدي مثلا نصيحة أو لما أقول إن حاجة مستحيل إنها تحصل في المضارع، أدي كده استحالة حدوث شيء في المضارع. المهم ان انا بتكلم في البريزنت هنا، يبقى معنى كده ما ينفعش يبقى في ماضي، يبقى must have opened ده ماضي. طبعا must have التصريف رقم 3 معناها اكيد ان في شيء حدث، اكيد ان في حاجه حصلت في الماضي. طبعا ده غلط. used to open ده طبعا ادي used to الانفينيتيف، يبقى ده ماضي اللي هي معناها اعتاد ان. should open ده كده present، وهتقول لي يا مستر ده should ده الباست بتاع كلمه shall، بس كلمه should دي بستخدمها لما اتكلم عن نصيحه في المضارع. would ده الباست بتاع كلمة will، فده كده ما ينفعش. was able to ده كده ماضي، فده كده ما ينفعش، يبقى should open. وطبعا الجملة هنا بتكلم عن نصيحة اهي. يبقى والدتك يجب ان هي تفتح مطعم، ده هي طباخة كويسة جدا، لو فتحت مطعم انا متأكد انه هيبقى مليان كل ليلة. when we went to Japan we space anything for ourselves because our Japanese hostess took care of everything. طبعا نفس الفكرة، ادي كلمة when to ده كده كلام بتاعك في البوست، يبقى انا مش محتاج present خالص، مضارع. طيب الوحيدة المضارع اللي هي دي ought not to، وطبعا ought not to دي اللي بتساوي كلمة shouldn't اللي انا بستخدمها في حالة النصيحة، وبنجيب بعديها infinitive اللي هو المصدر، دي كده بستخدمها لما اتكلم عن نصيحة، يبقى ده كده مضارع، ده غلط علشان قلت ده في البوست. طيب must have done، ايه يا مستر must have done؟ ده احنا لسه قايلين must have التصريف رقم 3 معناها اكيد ان في شيء حدث في الماضي. انا بقول لك لما احنا ذهبنا الى اليابان احنا نعمل اي حاجه، طبعا anything يبقى معنى كده ان الكلام بتاعك منفي، فانا محتاج حاجه فيها نفي، يبقى must دي كده كده غلط. طيب احنا مش كنا محتاجين نعمل اي حاجه بنفسنا لان الناس اللي استضافونا يعني عملوا كل حاجه، يبقى معنى كده اكيد ما كناش محتاجين. طب ما كناش محتاجين بقى ليه didn't have التصريف رقم 3 او didn't need to do؟ طب couldn't have التصريف رقم 3 دي كده معناها مستحيل ان شيء يكون حدث في الماضي، يعني ده كده اللي دي ودي الاثنين بستخدمهم في حالة الاستنتاج في الماضي.
لما انا بقولك لما رحنا احنا ما كانش في داعي ان احنا نعمل اي حاجة. طيب ما كانش في داعي مستر، بقى عندنا كلمة needn't have والتصريف رقم 3 اهو، وعندنا كمان didn't have او didn't need، الاثنين اجيب بعدهم to والانفينيتيف مصدر. ده كده معناهم يعني عدم ضرورة في الماضي. طب ايه الفرق يا مستر بقى؟ عدم ضرورة في الماضي، عدم ضرورة في الماضي لو الحاجة بتاعتي ما كانتش ضرورية ولكن حدثت، يعني حاجة ما كانتش ضرورية بس اتعملت، يبقى نيد انتهى بالتصريف الثالث. طب حاجة ما كانتش ضرورية في الماضي وبالتالي لم تحدث، يعني أنا ما عملتهاش، يبقى أقول didn't have to أو didn't need to زائد المصدر. يبقى هنا كده احنا لما رحنا اليابان احنا نعمل اي حاجة علشان الناس اللي استضافونا يعني عملوا كل حاجة، يبقى احنا ما كانش في داعي ان احنا نعمل وبالتالي احنا ما عملناش، يبقى we didn't need to do anything. طيب ايه بقى need انت هبدا كده مثلا ناخد مثال، يعني خلينا اقول لك مثلا كده مثال، يبقى ان احنا بنتكلم انجليزي فالمدرس طلب منك مثلا انك تكتب موضوع تعبير في 100 مثلا كلمة، فانت رحت كاتب مثلا موضوع تعبير في 200 كلمة، فانا بقول لك كده انت ما كانش في داعي انك تكتب ال 200، ليه؟ عشان المدرس قال 100 كلمة بس. طب انت كتبت ال 200، يبقى اقول لك كده you needn't have written، انت ما كانش في داعي انك تكتب 200 كلمة لان المستر كده كده طلب ايه فقط 100. يبقى ده كده needn't have التصريف رقم 3. سؤال رقم 40، in Saudi Arabia all women space their heads outside of the house but in most Muslim countries it's optional. طيب نفس الفكرة في is، يبقى ده كده present، يبقى أنا مش محتاج ماضي خالص، يبقى must have دي كده ماضي، عندك كده used to ده برضو ماضي، might cover دي كده احتمال، وطبعا برضو might ده الماضي بتاع كلمة may، بس في نفس الفكرة ينفع استخدم كلمة might برضو في المضارع لو بتكلم في present، could be برضو could ده past بتاع كلمة can، بس برضو ينفع استخدمها في present برضو في احتمالية. طيب يبقى المعنى بتاع الجمله بتاعي بقى، في السعوديه كل النساء طبعا هيدز معناها الرؤوس بتاعتهم، يبقى يغطوا راسهم خارج المنزل، ولكن في معظم البلدان ده كده اوبشنال بمعنى اختياري، يبقى اكيد في معظم البلاد اختياري بس في السعوديه يبقى ده كده اصبح اجباري، يبقى معنى كده كل النساء يجب. طب كلمه يجب اللي هي هاف تو، طبعا دي كده ليها معناها يجب، انما كود بي طبعا ده كده احتمال، ومايت بي الاثنين دول كده بيعبروا عن احتمال، يبقى ممكن، طبعا ده هنا مش ممكن. 41، last week Justin said I'll do it tomorrow he said he would do it. لسه قايلين طبعا ادي كلمه tomorrow دي كده لما اجي احولها يبقى بتتحول الى the following day او the next day او كمان the day after، كل الكلام ده كله صح. طبعا هنا ادي ده كده ال دايركت اللي هو المباشر، عايز بحوله الى الاندايركت، ادي كلمه اي حولناها الى هي، كلمه ويل حولناها الى وود، يبقى ناقص كلمه تمروح ولا الى ذا فولوينج داي او ذا نيكست داي. جاك اسكد مي وات سبيس تو دو ذن. طيب طبعا نفس الفكره برضو سريعا كده، المباشر وغير المباشر يا مستر، القاعده بتاعته ان كنا بنستخدم اي حاجه بتعبر عن سؤال، اسكد او وندرد تساءل، او كمان وونتد تو نو أراد أن يعرف، أو كمان مثلا inquire، كل الكلام ده كده بيستخدمه في حالة السؤال. طيب وبعدين زائد لو كان في عندنا نوعين من الأسئلة، طبعا النوع الأولاني اللي هو كان بيبدأ بكلمة هل، لو السؤال كان معناها هل يبقى في الحالة ديت كده أربط باستخدام كلمة if أو كلمة whether. النوع التاني السؤال كان بيبدأ بأداة استفهام، يعني مثلا ال WH word، يعني what, when, where, how many, how much وهكذا. المهم بعد if او whether او اداه الاستفهام لازم بقى انزل الفاعل، انا بحول من شكل سؤال الى شكل جمله خبريه، يبقى انزل الفاعل. طب الفاعل هنا had دي غلط، was ده غلط عشان ده مش فاعل، ادي what اهي، يبقى انا محتاج بعديها فاعل على طول، انما was وهاد ده فعل. طيب يبقى انا محتاج يا اما اي يا اما اي. طب بعد الفعل كنا طبعا بنجيب فعل، ودايما الفعل بتاعك كان بيكون في الماضي، عشان قلنا كل الازمنه بتتحول من ازمنه مضارع الى ازمنه ماضي. هنا I am ده مضارع، يبقى الإجابة بتاعتك I was doing. وطبعا برضو خلينا نقول ملاحظة إن في الآخر خالص كنا بنحط فلو ستوب نقطة، علشان بنحول من شكل سؤال إلى شكل جملة خبرية. Mr. Partridge the customer is asking at is the present home، يبقى في الحالة ديت كده مش عايز post، يبقى would ده post، يبقى دي غلط، was ده غلط، could have التصريف رقم 3 ده برضو post، يبقى انا عندنا هنا بقى يا اما is
وطبعا is و didn't ده برضو past اهو، يبقى اكيد بشكل مباشر can bring و doesn't fit. ادي is asking يبقى ده كده مضارع، انا بتكلم في المضارع بشكل مباشر. طيب الجمله بقى معناها مستر مستر Partridge يعني يا سيد Partridge the customer الزبون is asking بيسال اذا ادي whether he لو هو يعني can bring يقدر يرجع البدله بتاعته مره ثانيه if it doesn't fit لو البدله مش يعني جايه على مقاس ابنه. وطبعا ادي عندك هنا دي الحاله الاولى ادي قاعده f ادي doesn't fit ده كده اللي هو present simple اللي هو المضارع البسيط. الجزء الثاني طبعا ادي كلمه كان، واحنا قلنا ينفع اول كان او كلمه will او كلمه may وكلهم بنجيب بعديهم infinitive، يبقى معنى كده ان دي كده الحاله الاولى لقاعده f. الجمله اللي بعد كده برضو طلبه كتيره جدا بتقع فيها could you tell me، ممكن تقول لي، وفي علامه استفهام في الاخر. طيب what the time is ولا what is the time ولا what time is it what was the time. طيب طبعا احنا عارفين يا مستر لما باجي بسال عن الساعه كده بقول كده what is the time او علامه استفهام، قول مثلا كده what time is it. ده كده شكل السؤال الطبيعي بتاعنا. طب يا مستر ده انا دخلت عليها could you tell me، يبقى معنى كده ده كده شكل السؤال، باقي الجملة اللي هتبقى موجودة كلها تبقى جملة خبرية. يعني ايه جملة خبرية؟ يعني صح هنزل أداة الاستفهام بتاعتي اهي كلمة what، بس لازم بعد what يبقى فيه الفاعل بتاع الجملة. يبقى what is دي غلط علشان is ده مش الفاعل بتاع الجملة، what was دي برضو غلط علشان was ده مش الفاعل. طب what time is، what time دي كلها أداة الاستفهام بتاعتي يعتبر، يبقى is دي غلط، يبقى what the time is. يبقى ينفع اقول لك بقى what the time is او what time is it. في هذه الحالة كده الاثنين بتاعتي صح. ليه؟ علشان يا مستر شكل السؤال اصبح على الجزء الاولاني، يبقى باقي الجملة كلها تكون جملة خبرية عادية. If he hit the pool a bit harder he space a pool. طبعا في هنا ادي حالة if اهي، ادي في هنا كلمة if ادي شرط في الفاعل، في بعد كده كلمة hit. طيب لو انا طبعا سالتك وهتقول لي يا مستر ان هنا هيت ده كده صفه رقم واحد، يبقى في هناك ويل على طول، بقول لك لا خالص. ليه؟ علشان مش عايزين ننسى ابدا ابدا الحته دي، ان انت عندك كلمه هيت التصريف الثاني بتاعها تقول لي هيت يا مستر، التصريف الثالث برضه هيت يا مستر. طيب كلمه كات نفس الفكره، كات كات. مثلا كلمه بوت عندي بوت عندي بوت. طبعا وهكذا على نفس الوتيره، مثلا كلمه read التصريف الثاني read، التصريف الثالث برضه read. مثلا كلمة coast التصريف الثاني coast، برضه التصريف الثالث coast. يعني مستر طب اعرف ازاي بقى؟ اولا ده كده مش تصريف ثالث، ليه؟ علشان ما فيش had، يبقى معنى كده ان ده مش تصريف رقم ثلاثة، يبقى would have دي غلط و must have دي كده غلط. طب يا مستر يبقى ده كده احتمال يا اما تصريف اول يا اما تصريف ثاني. طب تصريف اول بجيب will والانفينيتيف، تصريف ثاني بجيب would والانفينيتيف. بص بقى على الفاعل بتاعك، احنا عارفين مع هي وشي وات لو بتكلم في البريزنت في المضارع يبقى في عندك الفعل، بس الفعل لازم يبقى اخره اس. هل هنا اخره اس؟ لا ما اخروش اس، يبقى معنى كده ان ده كده مش تصريف رقم واحد، يبقى تصريف رقم اثنين، يبقى الاجابه بتاعتك وود ويل انفينيتيف. لو قال لي بقى اف هي هيتس، يبقى في الحاله ديت كده كنا نقول هناك ويل سكور اهي، هنا هيتس يبقى ويل سكور، انما هنا هيت يبقى فقط هنا كده اهي، يبقى ده كده وود سكور علشان الحالة رقم اثنين. 46 if you space me for suggestions before you left I space you some nice restaurants around here. طبعا نفس الفكرة ادي before you left اهو ده ماضي، يبقى على طول بتكلم في ازمنة الماضي، يبقى ما ينفعش استخدم مضارع خالص، يبقى ارضي غلط. طيب عندي يا مستر بقى could have asked ده ماضي اهو، where ده ماضي، asked ماضي، had been ده ماضي، had asked would have ده ماضي، would ask have been recommending have طبعا ده كده مضارع وبالتالي دي كده غلط. طب في الحاله ده كده يا مستر ده كده بقى خدنا ان احنا نراجع سريعا كده حالات اف، وهي ان احنا قلنا ادي عندك اف وعندك الفاعل وعندنا present simple طبعا اللي هو المضارع البسيط، الجزء الثاني فاعل وعندنا برضو present simple اللي هو المضارع البسيط. دي كده كنا بنستخدمها لما نتكلم عن الفاكتس اللي هي الحقائق and habits اللي هي العادات، يبقى حقائق او عادات، وطبعا دي كده اللي هي الحاله الصفريه الحاله الصفريه. طيب يا
الحالة الأولى مستر عندك if وعندك فاعل وعندك أزمنة present اللي هو المضارع، عندك فاعل طبعا، عندنا هناك will أو can أو may أو should أو must، كل الكلام ده كله بجيب بعدهم ال infinitive اللي هو المصدر. دي كده الحالة الأولى. طب الحالة الثانية يا مستر، أدي عندنا if وعندك الفاعل وعندك طبعا الماضي البسيط اللي هو تصريف تاني أهو، الجزء الثاني فاعل زائد طبعا would أو could أو might، وطبعا بنجيب بعدهم ال infinitive فقط اللي هو المصدر. طب الحالة رقم ثلاثة يا مستر، أدي الحالة الثالثة، عندك if أداة شرط، عندك الفاعل، عندك بعد كده had زائد التصريف رقم ثلاثة، الجزء الثاني فاعل زائد would أو could أو might، بس لازم بقى الحالة الثالثة يبقى في عندنا have، ولازم بعدها في التصريف رقم ثلاثة. فطبق بقى الكلام ده كده، أدي if أهي، could have asked ما ينفعش أقول لك if you could have asked، والجزء الثاني يبقى for طبعا ما ينفعش. طيب هنا ask ده اهي، ده ماضي يا مستر اهو، يبقى لازم يبقى في هنا would والانفينيتيف، مفيش هنا would والانفينيتيف، يبقى معنى كده ان دي غلط. يبقى الاجابه بتاعتك had asked، ادي had asked اهي الحاله رقم 3، وهناك would وهاف وتصريف رقم 3، يبقى دي كده الحاله رقم 3. وطبعا الحاله الثالثه دي بستخدمها كده لما اتكلم عن يعني استحاله حدوث شيء في الماضي او ندم في الماضي، يبقى الاجابه بتاعتك رقم دي. 47 why are you buying so many books all the time، ليه بتشتري كتب طول الوقت، if you space a library you space money by borrowing them، نفس الفكره بقى الكلام اللي احنا قلناه هناك. طبعا ايه بقى هنقوله هنا، ادي عندك if you space a library، وهنا the present اهو، انت ليه بتشتري كتب، ده انت يعني ايه مكتبه، انت هتوفر فلوس كتير جدا. طب بقى if you were joining، طب ده كده ماضي او تصريف تاني، يبقى المفروض يبقى في هناك would والinfinitive، يبقى دي غلط. If you joined ده تصريف رقم 2 اهو، يبقى المفروض يبقى فيه هناك would will infinitive، ادي would be، يبقى معنى كده ان دي صح. طب have joined ده كده مضارع، يبقى معنى كده يبقى فيها هناك will او can او may زائد مصدر، انما عندك هنا could ده في تصريف ثالث، ده غلط. could join طيب، وهنا have saved ده كده مش حالات if خالص. had joined ده حاله رقم 3 اهو، بس لازم الجزء الثاني يبقى فيه هناك would وhave وتصريف ثالث، ما فيش، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه بتاعتك فقط رقم B اهو. 48 if they space you at the London School of Economics which other universities space you apply to، برضه نفس الفكره تطبيق على حالات if، برضه if they won't be accepting، ما ينفعش if they won't be accepting وهناك في did، دي كده مش حالات if خالص. aren't accepted و could، aren't ده كده مضارع وهنا could ده كده الحاله الثانيه وبالتالي ده كده غلط. wouldn't accept و should دي كده مش حالات if خالص. طيب don't accept will، ادي don't ده مضارع وفي هناك will، فدي صح. weren't accepted و might، ادي ده ماضي وفي هنا might صح، يبقى معنى كده دي او ايه. طيب لو هم ايه، انت في الما يعني الحاجه الخاصه بالايكونومكس اللي هو الاقتصاد يعني، او جامعه الاقتصاد او المدرسه الخاصه بالاقتصاد، اي جامعه انت هتتقدم، يبقى معنى كده في الحاله دهيت كده ما ينفع الجملة بتاعك هنا، تبقى الجزء الأول ده كده مبني للمعلوم، إنما weren't accepted لو هما أكيد هما قبلوك، يبقى معنى كده أو يقبلوك، ده كده مبني للمعلوم، إنما weren't accepted ده كده مبني للمجهول، أو عشان في verb to be والتصريف الثالث، ده كده مبني للمجهول، إنما الجزء بتاعك ده مبني للمعلوم، يبقى الإجابة بتاعتنا اللي هي رقم D. If they don't accept you، يعني لو ما قبلوكش كده في القسم علم الاقتصاد، يبقى اي جامعة انت هتتقدم ليها بقى دي don't، ده كده مضارع بسيط، والجزء الثاني فيه will will infinitive. If your health space overnight she space to school tomorrow، طبعا ادي tomorrow، يبقى معنى كده ده ايه، احتمال وقوع شيء في المستقبل، يبقى انا اكيد محتاج الحالة الاولى، يبقى بشكل مباشر يا مستر طبعا could have تصريف رقم 3 دي الحالة الثالثة، دي غلط خالص. عندنا هنا ايه تاني، didn't طبعا ده كده ما تنفعش خالص علشان دي الحالة التانية. يبقى انا عندي won't improve if her health won't improve، وهناك hasn't been going، ما ينفعش، ده الطبيعي ان بعد if والفعل بقى فيه مضارع، يبقى الجزء ده كده مضارع، يبقى دي غلط. طيب might not improve نفس الفكرة، المفروض يبقى فيه مضارع، فهنا كده ما تنفعش، يبقى اكيد الاجابه بتاعتها بقى رقم E. if her health doesn't improve، لو صحتها لم تتحسن،
يبقى معنى كده هي لن تكون قادرة على الذهاب للمدرسة غدا. يبقى دي كده الحالة الأولى، أدي مضارع بسيط. والجزء الثاني طبعا won't، ده اللي هو النفي بتاع كلمة will، will زائد not، يبقى الحالة الأولى. 50 space he find a job soon he will have to sell his car. طب طبعا احنا كنا واخدين بقى كان في حاجة اسمها if substitutions، ادي كده if substitutions اللي هي كنا نقصد بيها بدائل f. ايه بقى بدائل f دي كده يا مستر؟ تعالى طبق كده معايا. ادي في هنا هي will will infinitive اهي، يبقى معنى كده دي كده الحالة الأولى. طب الحالة الأولى يا مستر كان في if وفاعل present simple. طب ده احنا عندنا هنا يا مستر هي، احنا لسه قايلين ما هيوش وقت في المضارع لازم يبقى اخره اس. هل اخرها اس هنا؟ لا، يبقى ما ينفعش اختار اف خالص. طيب دي الحاله الاولى يا مستر. هاد دي فقط كنا بنستخدمها في الحاله الثانيه، كنا بنستخدمها في الحاله رقم 3، انما دي الحاله الاولى يبقى هاد دي غلط. طيب وير دي فقط كنا بنستخدمها في الحاله رقم 2، وبالتالي دي غلط. طيب ان كيس نفس الفكره، ان كيس تساوي كلمة زيها زي كلمة اف كده، المفروض هي يبقى لازم الفعل يبقى اخره اس، يبقى الإجابة بتاعتك رقم اي اللي هي شود. طب إيه القاعدة بتاعت شود كده مستر؟ باختصار أدي شود زائد فاعل زائد مصدر أيا كان الفاعل، هي وشي وات أيا كان. الجزء الثاني فاعل، طبعا شود دي بنستخدمها في الحالة الأولى والحالة الثانية. لو بتكلم في الحالة الأولى يبقى في ويل زائد مصدر، لو بتكلم في الحالة الثانية يبقى في وود زائد مصدر. اللي في هنا will will infinitive void يبقى دي الحالة الأولى، وفي هنا مصدر يبقى أنا بشكل مباشر محتاج كلمة should. طب سريعا بقى كده نستر كلمة where. where دي كان ليها قاعدتين، القاعدة الأولى فاعل زائد to زائد مصدر، بس فقط بنستخدمها في الحالة الثانية، يعني يبقى في هنا فاعل ويبقى في would زائد الانفينيتيف اللي هو المصدر. where كان ليها برضو قاعدة تانية اهي، وير زائد فاعل زائد تكملة، يعني الجزء ده كده بيبقى بدون فعل اساسا، فاعل زائد وود زائد مصدر. خلينا مثلا كده ندي مثال على الحتة دي. لو قال لي هنا كده نقط هي، لو قال لي بقى تو فايند، يبقى لو كان في كلمة اهي تو فايند يبقى كنت اختار كلمة وير. طب هنا لما يقول لي مثلا كده وير اي ا دكتور، يعني لو انا كنت دكتور مفيش فعل اهو، يبقى الجزء الثاني I would help you، أنا كنت هساعدك. طيب had ليها قاعدتين برضو، آدي had زائد فاعل زائد الجزء ده برضو بيبقى بدون فعل، الجزء الثاني فاعل زائد would والinfinitive، ودي فقط بستخدمها في الحالة الثانية أهي، والاثنين دول كده الحالة الثانية برضو. طب يا مستر ما هنا فاعل وهنا فاعل، هنا بدون فعل وبدون فعل. كلمة وير معناها يكون، إنما هاد معناها يمتلك، يعني أقول لك مثلا هاد I money، يعني لو أنا امتلكت فلوس I would buy a car، أنا كنت هشتري سيارة. هنا يبقى معنى كده أكيد لو أنا امتلكت فلوس. طيب هاد القاعدة الثالثة والأخيرة بتاعتها، عندك هاد، عندك فاعل، عندك تصريف ثالث مباشرة. الجزء الثاني يبقى فاعل زائد would أو could أو might زائد have زائد التصريف رقم 3، ودي فقط بستخدمها في الحالة الثالثة. طيب ده كده سريعا كده اللي هم الايه الجزء ده فيما يتعلق ببدائل F. 51 I wish Mr. Adam is space so angry with me. I'm not good at maths. طيب طبعا احنا عارفين ان كلمة wish دي كده قاعدة عامة بتاعتها لا، طبعا دي معناها يتمنى، لا تتبع بأزمنة مضارع، ما ينفعش ابدا ابدا اجيب بعديها مضارع خالص. يبقى ما ينفعش كده اقول is، دي غلط، وما ينفعش اقول has. طب ايه كلمه وش يا مستر؟ دي كده وش دي ليها ثلاث حاجات او اربع حاجات بشكل مباشر. خلينا نقول ان الاول هنا كده هيبقى في عندنا زائد فاعل اهو. طيب لو بتكلم في المضارع يبقى معنى كده بعد الفاعل هنا هستخدم تصريف ثاني. طيب لو بتكلم في الماضي يبقى هستخدم هاد وهستخدم تصريف رقم 3. طب لو بتكلم في المستقبل يبقى هستخدم يا اما كلمه كود يا اما كلمه وود، وبنجيب بعديها الانفينيتيف اللي هو المصدر. يبقى تاني كده كلمه وش، لو بتكلم في المضارع يبقى محتاج تصريف رقم 2، لو بتكلم في الماضي محتاج هاد وتصريف رقم 3، لو بتكلم في المستقبل محتاج كلمه كود او وود زائد الانفينيتيف اللي هو المصدر.
طب ادي مستر ادم اهو يا مستر، ده كده الفاعل بتاعنا، يبقى انا اكيد بقى محتاج اي واحده من الجزء ده كده. طيب هنا اي ام ادي كده كده مضارع، يبقى معنى كده انا بتكلم في المضارع، يبقى انا محتاج تصريف رقم 2. طب التصريف رقم 2 بقى مستر ماي كود، صح ده تصريف تاني، ماي تصريف تاني، وير تصريف رقم 2. المعنى بقى طبعا كود ده برضو ده مستقبل، او التصريف رقم 2 بتاع كلمه كان. مايت دي غلط خلاص ما تنفعش، عشان ما ينفعش كلمه وش اجيبها اجيب معاها كلمه مايت في الحاله دي كده. طيب انا عندي يا اما كلمه كود يا اما كلمه وير. طيب المعنى بتاعك يعني انا اتمنى ان السيد ادم غضبان مني، طيب يبقى اتمنى ان السيد ادم ما يكونش زعلان، يبقى معنى كده يكون زعلان، يبقى انا محتاج يكون يبقى وير. تقول لي يا مستر ده اساسا مستر ادم ده هي، وهي اساسا هي بتاخد كلمه وير، هنقول كده ان كلمه وش في الحاله ديت كده بتاخذ ايا كان الفاعل بتاعك بياخد كلمه وير مع كل الضمائر. I wish I were at home now. طيب هنقول ملاحظه ثانيه كده، كلمه وش لو ما فيش فاعل في الحاله ديت كده اجيب بعديها تو زائد الانفينيتيف بشكل مباشر. يبقى كلمه وش لا تتبع بازمنه مضارع، ما ينفعش ابدا اجيب بعديها مضارع. لو ما فيش فاعل اجيب بعديها تو والمصدر، لو في فاعل يبقى في واحده من الثلاثه. 52 space I ran fast I couldn't catch the bus. طبعا انا جريت بسرعه انا ما لحقتش الاتوبيس، يبقى اكيد في تناقض، يبقى انا عايز بالرغم من. طيب كلمه although يا مستر بتساوي كلمه though معناها بالرغم من، بتساوي كلمه even though بالرغم من، والثلاثه بجيب بعديهم فاعل زائد فعل اهو. في I فاعل وفي فعل اهو، يبقى معنى كده بشكل مباشر دي اللي صح. طب كلمه hover دي يا مستر صح، كلمة however دي بتساوي كلمة although، بس لو جبتها في بداية الجملة كده في الحالة كده لازم أجيب بعديها صفة أو حال، يعني adjective أو adverb زائد فاعل زائد فعل. يعني أقول كده however fast I ran، في الحالة ديت كده كانت تبقى صح، لو كان في كلمة fast I ran يبقى كنت أختار however. طب كلمة despite، despite دي بتساوي كلمة in spite of معناها بالرغم من برضو يا مستر، بس دايما الاتنين اجيب بعديهم verb plus ing او noun، او كمان يبقى في بعديهم كلمة the fact that، لو في بعديهم او لو في كلمة the fact that يبقى انا محتاج despite او in spite of. طب طبعا كلمة but دي معناها لكن، ما ينفعش اجيبها في بداية الجملة، اقول كده I ran fast يعني انا جريت بسرعة كما but ولكن I couldn't catch the bus، انا ما لحقتش او انا ما قدرتش الحق الاتوبيس. فالحالة ديت كده برضو بتساوي كلمة however، يعني اقول كده I ran fast انا جريت بسرعة، however ومع ذلك I couldn't catch the bus لغاية الاخر. 52 نهى didn't play the match، نهى ما لعبتش المباراة. here illness طبعا illness ده معناها المرض، ده كده اسم. أكيد نهى ما لعبتش بسبب مرضها. طب كلمة because يا مستر بتساوي كلمة as بتساوي كلمة since، التلاتة كده بمعنى لأن أو بسبب، بس التلاتة لازم في بعديهم فاعل زائد فعل. يعني أقول كده because she was ill علشان هي كانت مريضة، هنا مفيش فاعل ومفيش فعل يبقى because دي كده غلط في الحالة دي. طب owing to دي بتساوي كلمة due to، بتساوي كلمة because of، والتلاتة بجيب بعديهم اهو verb plus ing او noun اسم، يعني فعل في ing او اسم. طب احنا لسه قايلين ان illness ده مرض، يبقى معنى كده اكيد هما دول كده الاجابة صح، يبقى دول كده بمعنى لان، وهنا برضو لان، بس الاختلاف بس في الايه في اللي بجيبه بعديهم. despite طبعا ده بالرغم من، without طبعا ده كده بدون، فالاتنين معناهم ما يركبوش خالص. 54 space I enjoyed my time there I decided to stay longer، أنا استمتعت بوقتي هناك، أنا قررت إن أنا أقعد فترة طويلة، يبقى أكيد يعني لأني استمتعت بوقتي فأنا قررت إن أنا أقعد فترة طويلة. although إحنا لسه قايلين إن هي معناها بالرغم من، وشوف بقى إحنا قلنا بتساوي إيه، because of بمعنى لأن أو بسبب، بس بجيب بعديها verb plus ing أو بنجيب بعديها اسم، نشوف برضو بتساوي كلمة إيه، فكروا بقى نفسكوا كده، وطبعا هنا في I ده فاعل يبقى دي غلط. طب كلمة as ايوه لسه قايلين يا مستر ان كلمة as دي بتساوي كلمة because، لسه قايلين ان هي بتساوي كلمة since، وكمان بنجيب بعديهم فاعل زائد فعل.
يبقى معناه لأن يبقى هي دي الإجابة الصح. طب كلمة in addition دي مستر دي بتساوي كلمة furthermore معناها بالإضافة إلى ذلك، زيها زي كلمة moreover بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك. وطبعا دايما بقول جملة وبعد كده أقول in addition، طبعا يعني ما ينفعش أجيبهم في بداية الجملة كده، لا أروح قايل جملة وبعد كده أقول in addition. يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم C as she had a lot of experience space she seemed to be the best candidate for the job. طبعا هي كانت عندها خبرة كبيرة جدا، هي يعني يبدو ان هي افضل candidate معناها مرشح للوظيفة، يبقى معنى كده ان هي احسن مرشح للوظيفة، يبقى هي عندها خبرة، يبقى انا كده اقول وبالتالي ولذلك نتيجة لذلك. طب however احنا قلنا معناها بالرغم من ذلك، وبالتالي طبعا دي كده ما تنفعش. therefore دي معناها لذلك. طب therefore دي بقى بتساوي كلمة ايه مثلا؟ بتساوي كلمة so لذلك، بتساوي كلمة that's why ولهذا السبب، بتساوي كلمة consequently نتيجة لذلك، بتساوي كلمة as a result نتيجة لذلك. كل ده كده معناه نتيجة لذلك أو لذلك أو لذا، كلهم صح. أو يبقى لذا أو لذلك أو نتيجة لذلك، كلهم صح. طبعا because بمعنى لأن. طب سوزتي مستر، سوزتي دي معناها لكي، سوزتي دي بتساوي كده in order that، بتساوي كمان in the hope that، معناهم لكي. ودايما بجيب بعديهم فاعل، بعد الفاعل لو الجزء الأولاني في present في المضارع استخدم can أو may أو will، أو الجزء الثاني ده كده في الماضي استخدم could أو might أو would. المهم إن هي معناها لكي، وبنجيب طبعا بعديهم المصدر. ما ينفعش أقول لك هي كان عندها خبرة لكي هي تبدو يعني أفضل مرشح للوظيفة، لا، وبالتالي أو لذلك يبقى therefore هي بتساوي so that's why وهكذا. 56 space doing her homework she helped her mother with the washing up. طبعا هي عملت الواجب، هي ساعدت والدتها في الغسيل. طيب في هنا verb plus ing not only، طبعا عارفين كلمة not only بيبقى في جزء تاني معاها but also، أو يبقى في كلمة but يبقى في آخر الجملة بتاعتي كلمة as well. طبعا ما فيش هنا، يبقى دي كده غلط. ودايما كلمة not only هي دي كده لما بتيجي في بداية الجملة لازم في بعدها فعل مساعد، فدي غلط. طب in addition to هي دي الإجابة الصح. طب in addition to ده مستر معناها إيه؟ معناها بالإضافة إلى، وبتساوي كلمة as، ادي in addition to بتساوي as will as، بتساوي كلمة besides، والثلاثة بجيب بعديهم verb plus ing أو noun اللي هو الاسم. وكم ادي doing her homework أهو، كل ده كده معناه بالإضافة إلى ذلك. طب in addition يا مستر، in addition قلنا ما ينفعش اجيب بعديها verb plus ing، ثانيا ما ينفعش اجيبها في بداية الجملة، يعني اقول مثلا كده she did her homework، هي عملت الواجب بتاعها، نقطة، in addition وبالإضافة إلى ذلك، واجيب بعديها جملة كاملة اهي she helped her mother، هي ساعدت والدتها، وبالتالي يبقى دي كده غلط عشان دي معناها بالإضافة إلى ذلك أهي. طبعا كلمة consequently قلنا بقى بتساوي كلمة therefore، بتساوي كلمة so، بتساوي كلمة that's why معناها لذا أو لذلك، وطبعا دي كده غلط. not only space much time on the internet she finds time to play as well. احنا لسه قايلين كلمة not only أهي، مادام جت في بداية الجملة لازم في بعدها فعل مساعد أو فعل ناقص، يعني يبقى في عندك do does did، في كان could will أيا كان، وفي بعد كده الفاعل، في بعد كده عادي بقى فعل مفيش مشكلة خالص. الجزء الثاني كده كده إيه ما مش هتفرق معانا، المهم أهي not only لازم في فعل مساعد أو فعل ناقص، يبقى she spent دي غلط، she spent دي كده غلط، أدي does she spend و did she spend، أدي كده أدي فعل مساعد وفعل مساعد، أدي does وهنا did، يبقى أروح على الجزء الثاني بقى كده أدي finds، ده كده present يبقى لازم أقول كده does she spend عشان ده كده مضارع.
المفروض بس هنا معلش يبقى في كلمة but، معلش أنا آسف دي نسينا نكتبها يعني. يبقى not only does she spend much time on the internet، هي مش بس بتقضي وقت كتير على الإنترنت، ولكن هي بتلاقي وقت علشان إيه يعني تلعب في آدي كلمة but وفي معاها في الآخر خالص كلمة as well. 58 he had a space open the doors of the shop space a customer came in and bought all the fresh cream cakes. طيب يعني هو فتح الباب بتاع المحل، يعني كاستمر زبون دخل واشترى طبعا كل الكيكات. في هنا خلي بالك بقى دي في كلمة هاد وفي توصيف رقم 3، يبقى ده كده ترتيب أحداث، وفي هنا توصيف رقم 2، يبقى ده كده ترتيب أحداث في الماضي. طب لما كنا بنرتب بقى في الماضي في الحالة ديت كده كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا بنستخدم كلمة no sooner، كنا بنستخدم كلمة hardly، أو كنا بنستخدم كلمة scarcely، والتلاتة أدي فاعل زائد had زائد واحدة من التلاتة زائد التصريف التالت. مع كلمة no sooner بس كنا بنستخدم كلمة than، مع hardly و scarcely كنا بنستخدم كلمة when، وهنا كنا بنستخدم كلمة when. وفي عندك فاعل وفي هنا تصريف تاني اهو. هيبقى بشكل مباشر يا مستر ادي هي هاد نو سونر اوبند. طيب معناها مستر يعني بعد ما فتح الباب، بمجرد ما فتح الباب في زبون دخل. الملاحظه بس على الحاجات دي كده، وان احنا قلنا لما اجيبهم في بدايه الجمله، يعني نو سونر وهارتلي وسكارسلي اهم، لما تجيبهم في بداية الجملة قلنا بس الجملة بتكون على شكل سؤال، يعني في هاد وفي فاعل وفي تصريف ثالث. نفس الفكرة نو سونر بتاخد بان الاثنين التانيين وين ووين، وعندنا هنا فاعل وعندك برضه تصريف رقم 2. وايل نقط طبعا مفيش فاعل، على طول فير بلس ان جي. لو كان في فاعل صح كان يبقى في واز او وار. As I was watching the match, my father space a newspaper. طبعا as اللي هي كانت بتساوي كلمة while، اللي هي كانت بتساوي كلمة just as. كنا بنجيب بعديها فاعل اهو، بعد الفاعل كنا بنجيب was او were وبنجيب verb plus ing. الجزء الثاني بقى مستر فاعل زائد حاجة من حاجتين، يا اما يبقى في was او were وverb plus ing برضو، يا اما يبقى في تصريف ثاني. بس طبعا كان في اختلاف was أو were و verb plus ing، بقى الحدثين شغالين مفيش حاجة أثرت على التانية. تصريف تاني لو حدث كان شغال والتاني قطع أو أثر عليه، أو واحد استمر فترة طويلة والتاني فترة قصيرة. هنا بيقول طبعا as بينما أنا كنت بتفرج على المباراة أبي جريدة، يبقى أبي كان بيقرأ جريدة، يبقى الاتنين شغالين مفيش حاجة أثرت على التانية، يبقى was reading و was watching. space the match طبعا match مباراة اسم، يبقى على طول الوحيدة اللي بنجيب بعد اسم اللي هي during أثناء المباراة. He can't open the door as he spaces the key. طبعا can't open ده مضارع اهو، يبقى معنى كده مش عايز ماضي، يبقى lost غلط had غلط. هو مش قادر يفتح الباب لان هو ضيع المفتاح، يبقى معنى كده ايه يا مستر؟ has lost. على طول ليه has lost يا مستر هنا كده؟ علشان ده كده مضارع تام، قلنا ان احنا بنستخدمه علشان نقول كده حدث بدأ وانتهى في الماضي، حاجه بدأت في الماضي وانتهت في الماضي، ولكن الاختلاف له أثر في الحاضر. يبقى حاجة ليها أثر في الوقت الحالي، إيه الأثر؟ إن هو مش قادر يفتح الباب. تخيل بقى هنا لو قال لي هنا he couldn't open، لو قال لي he couldn't open the door as لأن، يبقى كنت أقول هنا كده as he had lost. ليه؟ علشان هنا could ده في الماضي. يبقى أنا عايز اللي أقدم بقى كده من الماضي اللي هو هذا التصريف رقم 3 اللي هو الماضي الثاني، هو ما قدرش يفتح الباب لأنه ضيع المفتاح، يبقى ضيع المفتاح في الأول ده كده الحدث الأقدم، بعد كده هو ما قدرش يفتح الإيه الباب. إنما كانت ده بريزنت مضارع، يبقى ما دمت بتكلم عن مضارع يبقى أنا عايز اللي أقدم من المضارع اللي هو المضارع التام اللي هو هاز أو هاف التصريف رقم 3، وزي ما قلنا حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي ولكن له أثر في الحاضر، عشان ما تقوليش إن هو ضيع، ما خلاص ضيع مستر لوست. بس ليها أثر، ما دام ليها أثر يبقى هاز أو هاف التصريف الثالث. I space doing my homework for two hours now. طبعا أدي في كلمة فور وفي كلمة ناو. بشكل مباشر بقى ده كده مضارع. يبقى هاد دي غلط وهاد دي غلط. يبقى عندي يا مستر يا إما هاف دون يا إما هاف بين دوينج. ما
مادام في فور وفي كلمة ناو يبقى معنى كده بتكلم في مضارع تام مستمر، يبقى هاف أو هاز زائد كلمة بين زائد فيرب بلس اي ان جي، يبقى اي هاف بين دوينج. اي سبيس تو ابلاي فور ذات جوب سينس اي سبيس ات اون ذا انترنت. طبعا مهمة جدا القاعدة بتاعت كلمة سينس دي كده، واحنا كنا قلنا قبل كده ان هي ليها قاعدتين. القاعدة الأولى في عندك فاعل، في عندك present perfect يعني have أو has زائد ال pp، ويبقى في الجزء الثاني في برضو have أو has زائد been زائد verb plus ing مضارع تام مستمر، ادي زائد since زائد فاعل زائد تصريف ثاني أهو تصريف ثاني. ودي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية كان في طبعا it is أو it has been، الاثنين صح، زائد طول فترة زائد since زائد فاعل زائد كلمة last موجودة أو مش موجودة متفرقش، المهم إن يبقى في هنا تصريف ثاني أهو. طيب يعني خلينا نقول مثال، أدي it is a week إنه أسبوع since I lost so أحمد. إنما هنا أدي في كلمة since أهي يبقى في قبلها present perfect أو present perfect continuous. الوحيد طبعا present perfect أدي فيها عندنا هنا have wanted يا مستر أهو، بس دي غلط. ليه؟ عشان الجزء التاني had seen. إنما أنا بقول present perfect مع past simple يبقى have wanted و so بشكل مباشر. ونقول هنا إن since الأداة الوحيدة اللي بتربط ما بين مضارع والجزء التاني بيكون ماضي. This is the best book طبعا ده تفضيل، وعلى طول في حالة التفضيل يبقى ever. But this is، خلي بالك عشان دي is يبقى كده مضارع، يبقى ما ينفعش had خالص. لو قال لك was يبقى that was، يبقى صح ده كان ماضي، يبقى كنت اقول لك had. انما this is the best book يبقى I have، طبعا ده تفضيل، يبقى في حالة التفضيل بستخدم كلمة ever. يبقى this is the best book I have ever read. When I space the station the train left I caught it، لما المحطة القطر مشي I caught it. caught it معناه انا لحقته، يعني معنى كده انا ركبت القطر. يبقى اللي حصل الاول، انا وصلت الاول ولا القطر مشي؟ اكيد انا وصلت الاول، يبقى ده كده ترتيب احداث في الماضي. يبقى اللي حصل الاول انا وصلت الاول، يبقى ده كده بشكل مباشر ماضي تام، يبقى had reached. What did you do after؟ طبعا after ما فيش فاعل، يبقى بشكل مباشر verb plus ing على طول وانت مغمض. after و before while ما فيش فاعل، يبقى على طول verb plus ing. space done طبعا done تصريف رقم 3، احنا قلنا قبل كده ما دام في تصريف رقم 3 يبقى مباشرة بستخدم having، يبقى having زائد التصريف الـ الثالث على طول، ودي كانت بتساوي after يعني after doing his task أو after he had after he had done. يبقى having done بتساوي after doing بتساوي after he had done، كلهم صح معناهم بعد. اوعى تقول after بقى عشان مفيش doing، دي غلط. طبعا before نفس الفكرة، ما دام في تصريف ثلاثة على طول يبقى في كلمة having. 69 she spaced to leave until she had finished her job. طيب اوعى طبعا تقول ان في هنا until يا مستر، في هنا التصريف الثالث يبقى في didn't. غلط. ليه؟ ترجم الجملة. leave معناه يغادر، allow دي معناها يسمح. وادي القاعدة بتاعت كلمة until اهي بالمرة، ادي في عندك فاعل، ده بتكلم في الماضي. يبقى بعد الفاعل بقى اجيب ماضي بسيط منفي، ماضي بسيط منفي ده ينفع بقى، يبقى في عندك didn't زائد infinitive، أو يبقى في عندنا wasn't أو weren't زائد تصريف رقم 3. ينفع يبقى في couldn't أو wouldn't زائد infinitive. ينفع يبقى الفعل نفسه بيدل على النفي، يعني مثلا كلمة refused أهو مش مشاكل خالص، زائد عندك أدي till أو until أو كلمة till، يبقى في فاعل، يبقى في الجزء الثاني had والتصريف الثالث. طيب يبقى doesn't دي غلط طبعا عشان هنا ماضي، يبقى doesn't دي غلط و hasn't دي غلط. يبقى أنا عندي يا إما didn't allow يا إما wasn't allowed يا مستر، allow معناها يسمح. أقول لك هي إيه بقى إنها تغادر إن لما تخلص؟ هي لم تسمح إنها تغادر إن لما تخلص وظيفتها، ولا لم يسمح لها؟ أكيد لم يسمح لها، يبقى معنى كده إن ده كده مبني للمجهول أهو.
يبقى didn't ده كده لو مبني للمعلوم، wasn't أو weren't ده كده لو مبني للمجهول. لا. Sally speaks Italian like a native, but since she moved to Indiana, she has forgotten most of it. يعني سالي إنها تتكلم إيطالي زي النيتيف بالظبط، ولكن من ساعة ما اتحركت إلى إنديانا يعني هي نسيت معظم كل حاجة. يبقى أنا أكيد طبعًا قلت سالي كده اتعودت إنها تتكلم. يبقى معنى كده طبعًا متعود أن يبقى على طول used to will infinitive. هي كانت متعودة إنها تتكلم إيطالي زي الإيه زي النيتيف، ولكن من ساعة ما اتحركت طبعًا أدي القاعدة بتاعت تنسى أهي، أدي في moved ماضي بسيط وفي هناك has وتصريف رقم 3. يبقى معنى كده كل الجزء الأولاني ده كده، ولكن يبقى أكيد اللي قبلها ده كده كان في الماضي. طبعا had spoken هي اتكلمت في الأول ده كده، مفيش طبعا ترتيب أحداث في الماضي. was supposed to speak معناها كان من المفترض إن هي بتتكلم زي النيتف الناس الأصليين يعني، فطبعا مفيش كان من المفترض دي غلط. has been speaking ده كده مضارع، فطبعا المعنى هنا ما يمشيش. must have spoken معناها أكيد إن هي اتكلمت، ده كده استنتاج، وطبعا مفيش حاجة هنا تدل على الاستنتاج. طيب دي كانت آخر حاجة معنا النهاردة كده، يا رب إن شاء الله الناس تكون استفادت والدنيا تبقى أحسن للناس، وإن شاء الله يتابعونا واستنونا في الحاجات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.